اهلا بكم في قناتي ليلى دردشه. اليوم بغيت نتكلم معكم على واحد الموضوع جد مهم. الموضوع هو الراحه النفسيه، ولا كنسميوه التصالح مع الذات. بزاف ديال الناس كيجيو عندي وكيقولوا لي احنا عندنا صراع داخلي، ما مرتاحينش داخليا، ما عارفينش نفسنا، ما كنعرفوش اشنو غادي نديرو، واش نقدمو ولا ناخرو، ولا نشدو اليمين ولا نشدو الشمال. حنا تالفين وضايعين. التشتت وهذا الضياع كيجي اولا بان خصنا نعرفو الذات ديالنا، خصنا نجلسو مع نفسنا، نتحاورو معاها، نجلسو معاها بحال كنتكلمو مع شي انسان اخر، نعطيو الوقت للنفس ديالنا ونتعرفوا عليها ونشوفوها اشنو كتبغي، اشنو كتكره، اشنا هي المزايا، اشنا هي الاخطاء، فين باغي تمشي، واش هنا ولا هنا، اشنو اللي كيريحها، اشنو اللي ما كيريحهاش. خصني نعطي الوقت لنفسي ونكتشفها من الداخل، نكتشف هاد العظمة اللي عندنا في الداخل ديالنا. النفس ديالنا شيء عظيم وما كنعطيوهاش حقها، ما كنهتموش بيها، ما كنسمعولوش ليها، كنسمعوش اشنو بغات داخليا. اذا باش تكتشف ذاتك غتكتشف بانك شكون انت، من انا في هذا الوجود، اشنا هو الدور ديالي في هذا الوجود، مع نفسي الدور ديالي، مع الناس اللي عايشين معايا في المحيط ديالي، في المجتمع ديالي، شكون انا، من انا. الى عرفتي الجواب ديال هذا السؤال فهو الخطوه الاولى الى السلام الداخلي. الخطوه الثانيه هي نتقبل نفسي كما انا، نتقبلها بالعيوب ديالها، نتقبلها بالحسنات ديالها، نتقبلها بالجروح اللي فيها، بالآلام اللي عشتها، بالتجارب اللي دازت عليها، تجربة زوينة ولا تجربة خايبة. خصني كل شي نتقبله وكل شي نرضى به ونستقبله لعندي. إلا تقبلت أي حاجة جاتني في حياتي زوينة، ونتقبل حتى الحاجة اللي مؤلمة في حياتي، فهذه هي الخطوة الثانية ديال الراحة النفسية والسلام الداخلي. أما الخطوة الثالثة فهي بأني نطور من نفسي، نعلي القيمة ديالها، نعليها بالمهارات، بالمعرفة، نعطيها الإيجابية، نعطيها الفرحة، نعطيها الشغف، نعطيها تقدم إلى الأمام والرؤية الجميلة.
أما الخطوة الرابعة، وهذه الخطوة عظيمة، هذه الخطوة جميلة جدا، هي الشكر والامتنان. خصني نتعلم نشكر نفسي، نشكر أي خطوة دارتها، أي فعل أداته، أي شيء درته لي نفسي خصني نشكرها عليه، فهي كتخدم معايا، كتضحي من أجلي، وكتعطيني أشياء كثيرة. إذا نشكرها ونمتن لها كل الامتنان، ونطلع القيمة ديال الأفعال ديالي كلها، نطلع المعنويات ديالي، نطلع حب الذات ديالي، فهذا حتما قد يعطيني راحة نفسية، لأن فيها الحب والامتنان لنفسي، لذاتي، ولكل الناس، وللعالم كله والكون كله. فحاول أن تتعرف على ذاتك، وأن تحب ذاتك، فهذا هو الطريق السليم إلى التصالح مع النفس.